خلي يا دكتور الحضرم لما وجيت جاري. طب ما تحاول اتصل بيه بالتليفون بقى. استاذ صلاح انت عارف مين اللي موجود هنا؟ مين؟ ابي حسين. مالكش دعوه بيه، انت جاهليه خالص. ازيك يا راشا؟ اهلا يا ابي. اهلا يا استاذ صلاح. اهلا بيك يا حسين بيه. بقول ايه يعني خليك حلو كده وتهدي الامور بيني وبين مديحه. اعتقد ان الامور الشخصيه دي المفروض ان ما حدش يتدخل فيها. لا متشكر قوي. ازيك يا ابي؟ ازيك يا استاذ خير؟ لو سمحت متخاصمين بره القاعه، جلسه سريه. التحريات لسه ما وصلتش. التحريات يا سياده القاضي؟ دالت انه مختفي من سنتين وملوش اثر خالص. التحريات دي كذب يا سياده القاضي. انا عارف الموضوع ده متقفل. سلام عليكم، انا ابقى جوز اخته. اسكت انت. تؤجل القضيه لجلسه 12/5 لعدم ما يفيد باختفاء الزوج، مع مطالبه الجهات المحققه بسرعه ارسال التحريات. اللي بعد القضية رقم 2، السيدة مريحة سليم والأستاذ حسين رشدي. أنت لسه مصرة على الطلاق؟ أي يا فندم. يا بنتي إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يا فندم الحياة بيني وبينه مستحيل. وأنت رأيك إيه يا أستاذ حسين؟ أنا يا فندم مصر على عدم الطلاق. عندك مستندات تثبت استحالة الحياة الزوجية بينكم؟ شهادة الشهود. وانا بشكك في شهادة الشهود. احنا عايزين دليل قاطع باستحالة الحياة الزوجية بينكم. يا فندم تؤجل لجلسة 12/5 ليقدم قرائن جديدة. اللي بعد. جوزك حاضر يا ست سعاد؟ لا يا فندم ما حضرش. تؤجل لحضور الزوج لجلسة 12/5. شكرا يا فندم. اللي بعد. انت فتحية حسنين؟ ايوه يا بيه. تؤجل لجلسة 12/5. اللي بعد. اللي بعد. انت سهير عبد الغني؟ ايوه يا فندم. جوزك معاكي؟ لا يا فندم، ده مهاجر في استراليا. تؤجل لجلسة 30/6. رفعت الجلسة. موزين ده ثلاثة ارواح. انا ولا حاجة. فول فاليه. بقول ايه، ما تسلفني 1000 جنيه. لا ما كانش يتعزى يا حسين بيه. عادي انا محتاج 1000 جنيه. ما كانش يتعزى يا حسين بيه. ما انت عارف الامور، الواحد لو سلف صاحبه نحس يركبه. طيب انا هحاول اعوض الخساره. انا حسبت نص ساعه وهرجع تاني على طول. تحت امرك يا حسين بيه. على اذنكم. ماشي يا حسين. Thank you.
صلاح ابو المجد مهتم ايه بطلاق؟ عايز افهم لعلمك بقى يا حلوه، انا عندي مستندات توديك انت وهو في 60 داهيه. انا عندي صور تسجنك انت وهو، وممكن اتهمك بالخيانه الزوجيه. اخرس. عارفه يا حبيبتي دي فيها 5 سنين سجن على الاقل. لو بلغت البوليس هقدم المستندات وتبقى فضيحه كبيره قوي يا مديحه هانم. تفضحيني هفضحك. سمعت يا حلوه انا قلت ايه؟ اكيد سمعتيه. ما انت عيله ومراهقه، وعلى فكره الواد صلاح ده بيلعب عليك عشان يوصل لمديحه، لكن ده بعده وانا مش هطلقها. فهماني؟ افهمي اللي بقوله كويس. أنا مش خايفة على نفسي، خايفة عليك. ممكن يشنع والعيار اللي ما يصيبش يدوش. خلاص يا أبلة، يبقى لازم نبلغ الأستاذ صلاح. لا بلاش، لازم نبلغه. صلاح حصلت لنا مصايب، كارثة. هبلة مديحة منهارة جدا. هي فين دلوقتي؟ في اوضتي. اتفضل يا استاذ صلاح. سافي سرقني الحرامي، سرق كل مجوهراتي. يبقى لازم نبلغ البوليس. لا يا صلاح. لا ليه؟ مش سرقك؟ بلاش. بلاش ليه؟ هو حصل ايه؟ ما تقولي له يا قبلة، الاستاذ صلاح لازم يعرف كل حاجة. انا لازم اعرف كل حاجة. تصور بيشك فيا انا وانت. هددني من الفضيحة. شو قلتلك؟ ده مقامر. المقامر ده ممكن يبيع شرف ويبيع مراته ويبيع اي حاجة عشان يجيب فلوس ويلعب بيها قمار. كان لازم نساومه. بعد ايه؟ اساومه على ايه؟ ما خد كل حاجة. برضه لازم نفكر في حل. الو. ايوه، بس ده بيته كان زمان. انت بتقول ايه؟ طيب هو فين دلوقتي؟ الحقوني، ابي حسين مات. ايوه مات. مات ازاي؟ مات في حادثه غريبه قوي. طب وش اختي؟ مجوهراتي. لقوها معاه. احنا هنروح القسم، اكيد هنعرف هناك كل حاجه. صباح الخير يا نوال. اهلا يا سمير. صباح الخير. ايه كنت فين امبارح؟ دورت عليك طول اليوم. كنت تعبانه يا سمير، تعبانه اكيد من القضيه. ها وصلت لفين؟ اتاجلت تاني. هعمل ايه يا سمير؟ يظهر انها مش هتخلص ابدا. لا هتخلص يا نوال، انا عندي امل هتخلص. الصلاح جوه؟ ايوه نوال. انا 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 عزمك النهارده على الغدا. طب لما ارجع من عند صلاح نبقى نتفق. هنتفق. ازيك يا عم جابر؟ يا ناشط نواف. ازيك يا عم جابر؟ كل البيانات المطلوبه موجوده عند مدام مديحه. مدام مديحه ما جاتش النهارده. لا احتمال تاخد اجازه اسبوع. ايوه اوكي. انت كنت فين يا استاذ بقى طول الليل امبارح؟ كنت مشغول. مشغول في ايه؟ مديحه. للدرجه دي تنسى اختك؟ انت بتحبها يا صلاح؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ مديحه حصل لها كارثه، جوزها السابق سرق مجوهراتها. وبعدين؟ عمل حادثه. وبعدين؟ مات. وايه يعني؟ خلصت منه، ملف قضيتها هيتقفل. ما انت جوزك مفقود بقاله سنين، والملف مش عايز يتقفل.
صحيح يا صلاح. مدام مصرية أنا نازل، لو حد عايزنا يتصل عند مدام مريحة. مجلس إدارة الشركة وكل الموظفين بيعزوكي، وإحنا كلنا تحت أمرك. شكرا أوي أستاذ صلاح. لا شكر على وجهك. حظها من السماء ارتاحت، ملف قضيها اتقفل. عقبالنا. مفيش راجل في الدنيا يستاهل إن ست تروح في داهية علشانه. يعني نقتل جوازنا ونحطهم في أكياس بلاستيك؟ أنا عندي الحل، نعمل له عمل. فين؟ في راجل في عين شمس اسمه عارف، العمل بتاعه ما يخيبش أبدا. وقت ما تحس إنك هتقدر ترجع الشغل يبقى تعالي، إحنا كلنا تحت أمرك. بقى في حياتك. مع السلامة. الله يسلمك. شكرا. الخبر يا مديحة؟ ده احنا اخوات. بقى في حياتك. مع السلامة. البركة فيك يا مديحة. شد حيلك يا مديحة. أنا مزعلانة اللي عشان المساء، لكن هخلي عارف العرف يعرف لك طريق. خلي بالك من نفسك. خليها على الله. ونعم بالله. مع السلامة. الله يسلمك. شد حيلك يا مديحة يا أختي، حال الدنيا معلش بقى في حياتك، هسيبك ترتاحي شوية وإن شاء الله بكرة أجيلك بدري. شد حيلك يا أبو مديحة. نستأذن إحنا. مع السلامة. شفت يا ست نوره بدانا الفيلم. انا عارف. قولي مديحه وصلاح وحسن ونعيمه. حسن ونعيمه؟ حسن ونعيمه ده انت ناقص تقول لي كمان رنش عينه وده وقت برضه يا نوره. الست في ايه ولا في ايه يا ست نوره؟ ده كان هياكلها بعينيه. انوره انوره الراجل كان بيجاملها. انوره مش بقول لك على نيتك، ما شفت شفتك كانت بتبص له ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت جنسك ايه بالظبط؟ درويش ما في نحن غلط احسن. طلقني طلقني. الو. ايوه يا سمير. انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. ما اقدرش، ما انت عارف ظروفي. انا مصر اقابلك دلوقتي. طيب يا سمير. اتفضل سمير. انا ما حبيتش اكسفك، لكن انت عارف ظروفي كويس. الست اللي زيي لا هي متجوزه ولا هي مطلقه، بتتعرض لكلام الناس ولسانتهم. انت خايفه من الناس؟ طبعا عشان خاطر صلاح اخويا. انا مش قادر يا نوال، مش قادر. انا بحب تعرفوا ان احنا مقصرين جدا في حق مديحه وما عندناش وفاء بالمره. من يوم ما رحنا عازينها ما حدش فينا فكر يروح يزورها. احنا فعلا مقصرين في حقها جدا جدا. انا حاسه بقعده نميمه النهارده. زيكم عاملين ايه؟ انت دايما كده افكارك سخيفه. احنا بنتكلم عن مديحة واننا مقصرين في حقها من يوم الوفاة، ما رحنا زرناها ولا مرة. مديحة اللي اتطلقت طلقة اولى وطلقة تانية وجوزها الثالث مات، يا عيني عليها. اللي بيتهم الازاز يا حبيبتي ما يحدفش الناس بالطول. ليه يا اختي؟ انا اتطلقت مرة واحدة بس ورافع قضية على التاني. اهلا اهلا يا طعم. اتفضل يا طعم. الزهر جينا في وقت مش مناسب. ابدا يا طارق، ده بيتك. اهلا يا معلم حموده. اهلا يا حلوه. الزهر ان احنا جينا في وقت غير مناسب. احنا قلنا مراتي ابننا ما بتسالش، جينا ونسال احنا. فيك الخير يا معلم. الله، امال مين ده؟ ده البيت الجديد ده ولا ايه؟ وازاي يبقى فيه بيت جديد بس وانا لسه ما طلعتش؟ احنا ابننا لسه عايش. وليه ما ظهرش؟ مش تعرفينها بالبيت؟ استاذ سمير فتح الباب. لا قوي حلو فتح الباب ده، يعني اوبن ذا دور. بقى هو ده بقى اللي هيفتح الباب. ما بتريقش يا معلم، الاستاذ سمير موظف في شركه صلاح اخويا. هانع مواكرم ببنت الاصول. بس الاصول بقى يا بنت الاصول ما تخليكيش تستقبلي راجل غريب في بيت ابننا قصاص الليالي. بس الاصول برضه ما تخليكش حماتي اللي هي حماتك تقعدوا تطردوني ليل ونهار. احنا بقى خايفين على شرف ابننا. طالما الحكايه فيها شرف استاذن. انا على فين يا حضره لفاني؟ دي فرصه واحسن من الف معاك. ومش هتتكرر. قصدكوا ايه؟ قصدنا يا بنت الاصول نروح كده بالصلاه على النبي اسم الشرطه ونثبت حاله عشان نقدمها للمحكمه. انت مش طالبه الطلاق ولا مش طالبه الطلاق؟ ارجوك يا معلم ما تفضحنيش، انا برضو لسه مرات ابنكم. يعني ايه؟ اوعدك يا معلم انه مش هيحصل تاني.
ليك يا حاج، بس انا لا يا شرط. قول يا معلم. تكتبي لي ورقه صغنونه كده تقري وتعترفي بيها بكل اللي حاصل. والورقه دي هتعمل بيها ايه؟ ابدا، هستعملها عند اللزوم. هي فيها عند اللزوم؟ طب استاذن انا. يا كروديا. نعم. على فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ ارجوك يا معلم. الله، ما قلنا هنستعملها ايه؟ وقت اللزوم. تعجبيني يا حماتي. ايه رايكم يا جماعه نروح لمديحه النهارده؟ لا النهارده ما عندناش وقت، احنا عندنا ميعاد مهم جدا انا وفتحيه. فين؟ عند الاستاذ عارف العراف في عين شمس. انا سامع عن الراجل دول انه سره بتع جدا، انا لازم اروح له عشان يشوف لي حل في التاني. باي باي بقى. مع السلامه. شايفه عامله في روحها ايه؟ هو انت مش عارفاها ولا ايه؟ طول عمرها عامله في نفسها كده وكمان بيجيب في سيره الناس. يا سلام، شوقتني قوي قوي ان انا اشوف اختك مديحه درويش بيه. يا ابغاني يا ابغاني بيه، بقول لك دي ست يا عيسى. اي نعم هي جميله، واي نعم ان هي على اخلاق، واي نعم ان هي ايدك دي ايدك دي، لكن يا ابغاني دي ست يا عيسى. دي جوزها الاخراني مات في حادثه، حياتها كلها ظلام. يا سيدي يا سيدي، انت اللي مش واخد بالك من الحياه. تصدق بالله بيه؟ لا اله الا الله، انا اموت في الصنف ده، احب المغامره. مغامره؟ هيقول لي مغامره؟ يا ابغاني يا ابغاني دي واحده حظها سيء. انت متهيألك يا درويش، في ستات بتشوف سعادتها في التغيير يا درويش، من طلاق لجواز، من فرح لجنازه، من حياه لموت، من حنيه لضرب بالله. حياتهم كده يا درويش. اسالنا انا. اما انت يا ابغاني بيه، راجل يعني بقى يا راجل، تسافر بره امريكا واوروبا وشبرا وترجع بالهيافه اللي انت فيها دي؟ درويش احترم نفسك. انا محترم يا ابغاني. ما تقولش عليا هيافه. انا هيافه؟ قول لطافه، صرافه. ايوه سخافه. ده انا ابغاني. ابغاني؟ انت مش ابغاني، انت عبد الغني. اهو كده اقدم. ايوه. مين عبد الغني بيه؟ اوه لا لا، مدام سهير. كنت فين الغيبه دي كلها؟ كنت فين؟ في بلاد الله الواسعه. اسكتي اسكتي. انا يوم في اوروبا ويوم رحت امريكا ورحت بوركينا فاسو وسافرت كندا وشبرا منت، ما خليتش دولة أوروبية ما رحتهاش. بلاد الله واسعة. شوقتني لبلاد بره. يا سلام، وأنا مشتاق ولي لوعة. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان أستأذنك كلمة على استنفراد كده. وأنا ما كمان. ما شوية صغيرة يا عبد الغني. جاي لك جاي. يا عبد الغني بيه. اسمحي لي. يا على ايام زمان. فاكره لما كنا بناكل الفراخ محشيه بط؟ ابغاني ابغاني يا بتاع اللوعه. ايه رايك يا حبيبتي يا سهير لو رحنا قعدنا في مكان هادي ندردش سوا؟ وصاحبك؟ سيبك منه. قصدي انا هتصرف معاه. تعال بس الكيس ده. اهلا 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 وسهلا وسهلا. بقول ايه يا درويش؟ ايوه معلش، انا افتكرت ان انا سايب حنفيه في البيت بتنقط وعايز اركب لها جلده. ولا يهمك، الست تشرب معانا فنجان قهوه وبعدين تروح البيت. جرسون؟ لا 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 لا. ايه جرسون؟ ايه ما انت هتدفع الحساب برضه بعد ما امشي. بقول لك ايه، اتعرف بس بالهالي يا سيدي. اهلا وسهلا بيك. نتعرف بالست القمر. انت راجل متجوز ومحافظ. طب ما انا محافظ برضه يا عبغاني. هو انت يعني محافظ وانا مش محافظ يا عبغاني؟ انت راجل محترم يا اخي، عيب واحنا في مكان محترم. يا درويش، وبعدين هقول لك الحاجه بقى. ايه؟ اجيبها لك على بلاطه كده. على بلاطه. بصراحه الست بتسال على محطه الاوتوبيس. نعم، محطه الاوتوبيس. محطه الاوتوبيس في النادي يا عبغاني. ايوه يا اخي، واحده تايهه يا اخي، مفيش مروءه. تايهه؟ هوصلها لغايه محطه الاوتوبيس واجيلك. معلش لو كان تايه يا عبغاني. معلش. ما تقلقش. لا ما يجراش حاجه. استاذنك يا درويش. مع السلامه يا عبغاني. ابقى ادفع الحساب يا درويش كمان. واشوفك ان شاء الله بعد ال طيب يا عبغاني. انا عارف بيحبوه على ايه. جاتنا نيله في حظنا الهباب. حظك هباب يا درويش؟ لا 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 ابدا يا ست نوره، ده انا بقول حظي من السما. طلعني يا درويش، طلعني. اتفضلوا اتفضلوا يا حلويات، اتفضلوا يا انسيان.
اشتاتا اشدوه يا عالم الجن والانس، وهات من عندك برهان. هات هات هات، ما تخافوش ما تخافوش يا انسيات يا حلويات، ما تخافوش، ده احنا نازلين عالم السفليات السفليات السفليات. اسمك ايه؟ اسمي سعاد سعد الله صبري. سعاد سعد الله صبري. واسم امك ايه؟ فهيمة. يا سعاد يا بنت فهيمة، ركزي وكل مشاكلك هتتحل وهتبقي انسان عليها قيمه. صحلول. ايوه صحلول، انا مش عايزك تصحى، انا عايزك تنام. تنام نام يا صحلول، نام يا صحلول، نام 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 نام. وانزل لعالم السفليات، انزل انزل قابلهم. نزلت قابلت محمد شريف يا حلاوتك يا سعد. خليك معايا يا سحلول، خليك معايا سحلول. هات ما عندك من برهانات، هات هات. الست سعاد سعد الله صبري مكتوب لها عمل. عمل؟ عمل مدفون في مقبرة مجهورة على حتة بنورة. واللي عامله جن سفلي، وعشان نفك العمل لازم تنزل هي مع الأستاذ عارف للعالم السفلي. صعب صعب، هو ده الحل. صعب صعب جدا. هو ايه اللي صعب يا استاذ عبد الغني؟ مالك في ايه؟ بصراحه ايوه يا اخويا، عمل الست سعاد صعب جدا. يعني ايه يا استاذ عبد الغني؟ يعني الاستاذ عارف ما يعرفش يطلعه؟ ازاي؟ هو يقدر وما يقدرش. يعني ايه؟ يعني لازم تغوصي في عالم السفليات. ازاي ومع مين؟ مع مين؟ مع عارف عرفان اللي عارف كل حاجة. أخاف. تخافي ازاي؟ يا مدام سعاد اوعي تقولي أخاف أبدا، أنت في أمان طول ما أنت مع عارف عرفان عارف كل حاجة. صحلول. مديحة خير يا نوال؟ مالك؟ أنا في مشكلة يا مديحة. في إيه؟ تعال تعال تعال. خير يا نوال؟ في إيه؟ امبارح حصلت كارثة يا مديحة. كارثة يا ساتر يا رب. في ايه؟ بالليل بعد ما سبناكي روحت البيت، سمير اتصل بيا وقال لي انه عايز يشوفني واصر انه يقابلني. وافق. وازاي توافق تقابلي واحد غريب في نص الليل وسمير اترازل عليكي؟ لا، بعد ما سمير دخل الشقة فوجئت بجرس الباب بيرن، بفتح الباب فوجئت بحماتي وجوز بنتها المعلم حمودة. حطوني في موقف مش ظريف، هما ادوني على ورقة مكتوب فيها انهم شافوا راجل غريب في بيتي في نص الليل. وليه توافق على تهديده وتكتبي لهم ورقة كمان؟ اللي حصل يا مديحة. نوال يا حبيبتي، انت مش عارفة ان موقفك محرج؟ عارفة. طب عملت كده ليه؟ اللي حصل يا مديحة. طب خلينا نفكر بعقل. قلتي لصلاح؟ لا. طب ما تقوليش لصلاح واحنا نفكر مع بعض. فكري معايا يا مديحة. هفكر. هستأذن انا بقى يا مديحة. ايه قبل ما ديح تفكري في ايه؟ قبل ما ديح تفكري في ايه؟ لا ولا حاجة. اللي واخد عقلك محدش يستاهل. انت متأكد يا وادي انها مش فوق؟ متأكد يا معلم. امال راحت فين بس؟ اكيد يا معلم مش عارفه انك هتزورها. يا واد لازم تعرف ان انا هزورها وزورها كتير كمان. حقك يا معلم، دي شرفنا يا عبيد، ده عردنا يالا. عردنا. وعلى راي يوسف بيه وهبي شرف البنت زي عود الكبريتو. اه بيولعش الا مره واحده وزوالع ما يتفيش. تعجبني يا معلم. ايه يا معلم حمود؟ اهي يا جوز يا جوز، صباح اللوز. اهلا ست الستات. انا جاي اطمن بس. اهلا يا معلم. نعم في ايه؟ انا عايزك في كلمتين. اتفضل قول. الله، في الشارع كده؟ امال فين يا معلم؟ ما انت عارف ان انا ست متجوزه على ذمة راجل. ما انا جايلك عشان خاطر الموضوع ده بالذات، انا جايلك عشان خاطر تتطلقي. يا معلم الموضوع ده ما ينفعش يتاجل نهار. الله، هو لازم ناجله؟ خير البر عاجله. يعني ايه يا معلم؟ الله، ما قلنا مش في الشارع. اتفضل يا معلم. عندك انت معلم، عندك انت تعول. اطلع يا معلم، تعالى من هنا مره واحده. مره واحده يا معلم. ولا بروق يا عمينا معسك عيبك. يلا تجيب اي سيره لاي حد من مراتاتي. ماشي يا معلم. ضيعك يا معلم. ماشي يا معلم. فاهم؟ ماشي. سلام. ماشي يا معلم. ماشي يا معاك.
قلت لي بقى هتخلصني ازاي يا معلم؟ بس لما نقعد والكلام يا حلاوه. كلام ايه يا اخويا؟ بقول لك ايه؟ ما تقومي تجيبي لنا حتتين ثلج وكوبايتين. عشان ايه بقى؟ عشان بقول لك ايه؟ ما انا قلت لك هخلصك، بس الاول لازم يبقى عالي العال واروق عشان اعرف اتكلم. كلام ايه يا اخويا؟ اتكلم. اطلع بره بره. طيب انا هرجع تاني يا واد. بقول ايه يا دروش بيه؟ مالك يا عبغاني مالك؟ في ايه؟ مش هتقوم تتكلم في التليفون؟ تليفون؟ تليفون بيه يا عبغاني بيه؟ تليفون ايه؟ انت نسيت؟ اي والله نسيت. معاك حسن بيه؟ اوه حسن بيه ابو سنان قريبك حالا دلوقتي. اه يا ريت. مدام نورة ممكن تيجي تقعدي شوية جنبي كده اكلمك في موضوع؟ ليه؟ يعني نصيحة ليكي. انت ايه اللي عاجبك في درويش؟ يعني ايه؟ ايه يعني ايه؟ انا عارف كل حاجه، مشاكل شغاله على ودني. ما تطلقي منه. ازاي؟ بس قلت لي ازاي؟ سمعت مشوار صغير تيجي معايا فيه نروح لعرفان عارف العراف اللي عارف كل حاجه، سر باكع يعمل له عمل يخلصك منه. عايزه تعرفي العمل طبعا. بصراحه اقول لك في ودنك بقى فكرة. ايه نور في ايه؟ مالي؟ الحقيني الحقيني يا مديح، المعلم حمو ده تهجم عليا تهجم عليا. وعملت ايه؟ طردته طبعا. غلطت. ليه يا مديح؟ انا غلطت كتير. صلاح اخوكي قال لي ساومي حسين رشدي، لو كنت ساومته ما كانش جرى اللي جرى، كنت كسبت. كان لازم تساومي المعلم حموده ده. استعملي معاه اسلوب المرأة، الخبز، الدهاء، المكر. ده راجل جاهل. ده انت ست متعلمة، كان لازم تكشفيه، تعريه، تبهدليه وتاخدي حقك. اتأخرت قوي يا واد، احنا واقفين بقالنا يجي ساعة وهي لسه ما جاتش. زمانها جاية يا معلم، زمانها جاية. زمانها جاية. كماشي وانت انت جاي. جدع يا معلم، جدع ايه؟ اهلا بست ستات السكر النبات، احلى تفاح لبناني، هديه الحلو للحلوين. ومين قال لك ان انا بحب التفاح اللبناني يا معلم؟ الله كبسه كبسه سايحه على كيفك يا جميل. بتسوق عليك التقل يا معلم، بتسوق عليك التقل. تقول ايه؟ كل شيء ولو اخر يا برقوقه. ولا برقوقه. نعم يا معلم. حسك عينك يالا تجيب سيره لاي واحده من مراتاتي. عيب يا معلم، يا موز يا موز، ده انا صبيك اللوز. عجبني يا واد، وخاصه الوليه المفتريه اللي اسمها محاسن دي. دي ست شغلانيه. احنا مش قدها. تكسر عن انيابها. عجبني انيابها دي. بقول لك ايه؟ نعم يا معلم. بقى انا استناكي اهو وانت تطلع لها الحاجه دي وتنزلي على طول. حاضر يا معلم. خليك لذيذ وظريف. انا هكون ورايا ايه؟ ورايا يا ابن الجنيه. ازوج وحفله. رشا يلا بقى. حاضر انا جاية حالا يا اب. انا جاهزة. ايه اللي انت لابساه ده؟ زي ما انت شايف طيب. ملون يا رشا، انت عايزة الناس تقول علينا ايه؟ اولا ده ما يستاهلش علشان البس اسود عليه، ثانيا انت ذات نفسك مش حزينة عليه، انت حزينة بس على المجوهرات اللي سرقت منك. عيب يا رشا، مهما كان ده كان جوزي. كان كان دفع لماضي يا ابله. لا انا ليا كلام كبير قوي معاكي لما نرجع. اتفضلي اتفضلي. ايوه بس ايوه كده يا موز يا موز، صباح اللوز. ايه في ايه؟ مالك؟ المعلم بيصب عليكي وبعت لك المعلوم حسب طلبك. حسب طلبي؟ روح اشكر لي حبيبي المعلم بتاعك وقول له ان ما بتحبش الموز، ولما تبقى عايزه هتبقى تطلبك. يلا حبيبي. كبسه يا معلم كبسه. يا تين يا تين، ليلتنا دين. يلا يلا. سلامه يا موز. يلا يلا يا موز. كان لازم تساوميه، تستعملي معاه اسلوب المراه في الدهاء والمكر والخبز. تراك الجهل وانت ست متعلمه. لكن هتفضل تبعت لها ده لحد امتى يا معلم؟ لحد ما الطبخه تستوي يا غشيم. واخرتها يعني؟ ده عمرها ما ردت عليك السلام ولا قالت لك كلمه حلوه يعني. انت بتنكد عليا ليه؟ الله ينكد عليك. ماشي يا معلم. يلا بينا بقى نروح نشوف شغلنا. ماشي يا معلم ماشي. وعلى راي المثل يا داخل بين الموزه وقشرتها، ما ينوبك اللي زحلقتها. يا اللي انت فالح فيه.
ايه بقى؟ ما كنتش عايز تركبي معايا ليه؟ اصل بصراحة قبل ما مديحة كانت المفروض تستناني وتأخري. ما انا لما لقيت عندها شغل قلت اجي انا عشان اوصل. ليه؟ كنت يعني عايز اتكلم معاك شوية. في ايه يعني؟ بقول ايه، ما تيجي نقعد في حتة تانية. ليه؟ ما المكان ده كويس. اصل انا بصراحة انا مش عارف اتكلم. يعني لما تروح المكان التاني هتعرف تتكلم؟ اتفضلي. عجايب. جوزك مات يا ست مداحة؟ ايوه فندم. عندك مستند يفيد لوفاته؟ طبعا، اتفضل حضرتك. تشطب القضية. رشا مديحة زميلة عزيزة وإنسانة عظيمة، ناجحة في حياتها العملية لكن فاشلة في حياتها الخاصة. أنا مش عارف ده عيب فيها ولا في الرجالة اللي اختارتهم. وإنت رأيك إيه؟ لو بصينا لحالة مديحة من ناحية القدر هنقول إن ده قدرها وإنها مش غلطانة، لكن لو بصينا من الناحية العلمية والعقلية هقولك ده سوء اختيار. طب وإنت رأيك إيه؟ أنا بقول إن ده قدرها، مكتوب عليها الفشل في الجواز، ما تعرفيش ربنا كان مخبلها ايه. انت بتحب مديحة ولا لا؟ بحبها بس مش بالشكل اللي انت بتفكري فيه. امال بالشكل انهي بقى؟ بحبها زي نوال اختي بالظبط، هما الاتنين وجه واحد لعملة واحدة، سوء الاختيار وصلهم للي هما فيه. يعني مش قدرهم؟ قدرهم يا رشا، بس انا عايز اقولك حاجة، انا انسان بحب النجاح في حياتي، محبش ادخل تجربة وافشل فيها. لو انا حبيت مديحة يبقى لازم اتجوزها، ولو اتجوزتها يبقى في احتمال النجاح واحتمال الفشل، وانا راجل ما بحبش الاحتمالات، عشان كده عمري ما فكرت في مديحة. ما فكرت في مين؟ بصراحة فيك انت. ما انا برضو اخت مديحة، ممكن افشل وممكن انجح. احتمال، لكن احتمال ضعيف، وانا حاسس. يا استاذ الاحساس بيلغي العقل. لا يا رشا، الاحساس بيقوي العقل بيغذيه، والانسان الناجح لازم يمزج بين العقل والعاطفة، لانه لو استخدم العقل بس يبقى انسان جامد بتحكمه قواعد وقوالب، ولو سيطرت عليه عاطفة مش هيقدر ياخد قرار صح. كلامك مقنع. حبي ليك هيكون اكتر اقناع. ازاي بقى ما نعرفوش؟ صلاح صديق العيلة. صلاح ابو المجد ده مجرد صاحب عمل وانا بشتغل عنده. بس دي غلطتي، غلطتي انا اللي اديتك حرية زيادة عن اللزوم. انت مش زعلانة علشان خرجت ولا تأخرت بره، انت زعلانة بس علشان خرجت مع صلاح ابو المجد لانك بتغيري عليه. اخرجي. حصلت برضه تضربيني علشانه؟ متشكرة قوي. مش زعلانة منك يا قمر. أنا خايفة عليك من يوم ماما ماتت، وأنا خدتك تعيشي معايا، ما اعتبرتكيش أختي وبس يا رشا، اعتبرتك بنتي صديقتي، ما سبتكيش لدرويش ومراته عشان تعيشي معاهم، مش هيعرفوا يحافظوا عليك. أنتي أمانة يا رشا، أمانة لازم أحافظ عليها حتى لو على حساب نفسي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا عبد الغني بيه؟ وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ارجوكي ارجوكي ما تسأليش ما تسأليش. حاضر حاضر. طب احنا هنا فين؟ ارجوكي قلت لك ما تسأليش ما تسأليش. حاضر. يلا لابس ايه ولا احنا فين؟ سامحوها، اوعى تزعل
منها يا عارف يا كبير، مش كده ولا ايه؟ هي اه يا اخويا اه مش كده اللي بتقوله صح. عارف عرفان اللي عارف كل حاجة، خدت لك أمر منه وهننزل تحت أنا وأنتي للعالم السفلي. بس إحنا هنا في العالم العروي. هو ده اللغز. أطرش هو مش برطش كواعب لو واحد وراك وشال المتابعة، بس لو ما نادي على ابن حاجة برطش عليا وأنت على أمه وأنا قاعد بتعجل في القضايا. يوافر يقابلكم يا ريت. ان شاء الله يوافر يا اخويا. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. سحلول وقف يا استاذ. يلا يا سحلول جهز الحاجات للاستاذ عارف اللي عارف كل حاجه. يلا يا بهلول يلا نجهز كل حاجه. اطمش هوامش بلاطش كوافر لو عمرك لا يكون الراجل ده ضربونا مصاص الدماء ويمص دمين. لا ما تخافيش، انت سامعاني يقول ايه؟ ما تخافيش. اشهاد الاسود اشهاد الاسود يا عارف الابواب يا عارف. فتحية انا خايفه. لا خايفه من عالم العلويات؟ امال لو دخلت عالم السفليات تعمل ايه؟ مرزوعات. هو انا لسه هنزل عالم السفليات؟ اكيد لازم تقابلي ملك الجن، ملك الجن، وتشوفي عجب العجاب. دستور 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 يا اهل المكان. متخافيش هاخد فتحيه معايا. لا 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 لازم تخشي لوحدك تقابلي عارف عرفان اللي عارف كل حاجه عشان يطلع لك العمل من الجمجمه البنور. يا لهوي متخافيش عن اذنكم دقايق دقايق اجيب اذن للست سعاد بنت فهيمه. بس قول وادعوا انه يوافق لها بالدخول. قول فتحية انا خايفة. تعالي معايا. لا اجي معاكي. لا هو يا حارس الخلاص يا معاك مفاتيح الابواب. حظك في رجليكي والابواب كلها اتفتحت لك والعمل هيتفك وهتعيشي احلى حياه. اتفضلي يا ست ستات، اتفضلي يا سعاد يا بنت فهيمه، اتفضلي هتقابلي عارف عرفان اللي عارف كل حاجه. اتفضلي 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 اتفضلي. يلا يا ست اتفضلي يا ست اتفضلي. يلا حبيبتي يلا حبيبتي يلا يلا. خش حضرتك. لا 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 ورجلك اليمين رجلك اليمين. انا جاي بالاذن بيكي سعاد بنت فهيمه والاذن معايا والتصريح. خش انت استنيني بقى هناك. يلا يا طفل. الحقيني يا ست فتحية. ايه حصل ايه؟ هقولك ايه ولا ايه؟ قوليلي في ايه؟ مكسوفة اقولك. اقولك ايه بس؟ قوليلي بس في ايه؟ يا نهار اسود يا خرابي. ليه يا ستات معقدات؟ ليه ستات معقدات جايين تفك كل عقد وانتوا مش فاهمين حاجات؟ تزعلوا عارف عارف عرفان اللي عارف كل حاجه. سامحوهم يا شمهور. طيب الله الله، يعني غيرتي ولونت اهو. امال كنت بتعيب عليا ليه؟ ايه كنت فاكراني هلبس اسود على طول؟ ما كفايه لبست عليه اسبوع اسود. ياه الايام بتجري كده بسرعه. رشا انت مش رايحه الجامعه النهارده ولا ايه؟ لا انا هقعد اذاكر في البيت. طب اسمعي، لو عاوزتي اي حاجه انا هكون في المكتب. ماشي ماشي. الو ايوه صلاح، انا غيرت رايي مش هقدر اقابلك عند الجامعه. ليه يا رشا؟ ما انا قلتلك مفيش اي حاجه بيني وبينها.
طيب هكلمك بعدين. مع السلامه. هايل هايل يا مدام مديحه. ايه هو اللي هايل؟ الفستان. اهو كده. الاسود اصلا ما كانش لايق عليك بصراحه، يعني ما كانش لازم بقى تحزني اكتر من كده. ما انت عارف ان انا كنت طالبه الطلاق منه، ما بحبوش. احزن عليه ليه؟ تحزني عليه عشان العشره؟ العشره مع واحد بيفهم. انا كنت جاي بس اصبح عليك وارجع مكتبي تاني. اتفضلي. استاذ صلاح. ايوه. انا كنت بقول، مش عايز حاجه؟ لا متشكر. كنت بقول يعني نوال زيها كويسه. بتسلم عليك. طب استاذن. اتفضلي. استاذ صلاح. ايوه منيح. كنت بقول. بتقولي ايه؟ بقول يعني الحاجات اللي انت عايزها من الكمبيوتر جاهزة اجيبها دلوقتي؟ ايوه. ظاهر في مكالمة خاصة. لا ابدا ده شغل. استأذن انا. اتفضلي. سأل عليا انا رايح مشوار ساعه وراجع على طول. اوكي حاضر. استاذ صلاح ابو مديح ما هياش هنا. ممكن ادخل؟ ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ بس اتفضل. اتفضل. في بيتك. اهلا وسهلا. اتفضل. قفلت السكه ليه يا رشا؟ هل تشرب شاي ولا قهوه؟ اقعدي يا رشا، انا عايز اتكلم معاكي. ها؟ بسالك سؤال، رد عليا. قفلت السكه ليه؟ لما اقوم اعمل لك الشاي. قفلت السكه ليه؟ اصل ما شاء الله. صلاح بيه ابو المجد في بيتي؟ ومع مين؟ مع اختي. مديحة المسألة. المسألة بانت يا صلاح بيه خلاص. بس مش كان المفروض حضرتك تستأذني؟ ايوه بس. مفيش بس ولا حاجة. العيب مش عليك، العيب على ست اختي اللي لسه مراهقة. قبل مديحة. كفاية كفاية من فضلك. انا اسف ان انا حطيتك في موقف مش ظريف. مفيش حاجة يا استاذ صلاح، روح انت وانا هتصرف. طب روح يا استاذ صلاح، انا هتصرف. بس اشمعنى المكان ده اللي اخترته بالذات يا سمير؟ عشان بعيد عن الناس. وانت بقى خايف من الناس؟ خايف من الناس عشان الانسان اللي بحبه. سمير انت عارف ظروفي كويس، انا ست لا انا متجوزه ولا انا متطلقه، وجوزي غايب بقاله سنتين ومحدش عارف اذا كان هو حي ولا ميت. حتى المحكمه يا سمير مش راضيه تعترف بغيابه. هستناكي طول العمر. ده كتير قوي يا سمير، انت لسه شاب وانا مهما كان هبقى مطلقه. ايه مطلقه دي؟ يعني ايه مطلقه؟ انا كل اللي يهمني انت يا نوال. انت سمير. انا بحبك يا نوال، بحبك سمير، بحبك. المعلم حموده. هو انت برضو تاني يا ارفع ايدك يا موز يا موز. احنا مش قلنا نعلى بنت الناس؟ تحب نكتب ورقة تانية ولا خلينا في الورقة الأولانية؟ يا معلم حمودة أنت فاهم غلط. أنا فاهم كل حاجة، مش هو ده الأستاذ سمير بتاع الأوبن ذا دور؟ يس. يا معلم حمودة، أستاذ سمير موظف في شركة صلاح أخويا، كنا بنتكلم في البيزنس. أو شفت البيزنس دي قاعدة برقوقة؟ بيزنس ناو يا معلم. البيزنس قال. طب ما تدخلونا معاكم في البيزنس. طب أستأذن أنا. على فين يا كروديا؟ مش استنى لما اكمل البيزنس؟ لا أستأذن. باي باي. باي 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 يا كروديا. باي باي. ست ستات. تحبي بقى نقعد ولا وصالي؟ استعملي معاه سلاح الستات،
المكر والدهاء والخبز. المعلم حموده ده راجل جاهل وانت ست متعلمه، ما تخليهوش ينتصر عليكي. بتفكري في ايه يا حلو؟ فيك انت. في انا؟ طبعا. ايه اللي انا فيه ده؟ ايه السعادة اللي انا فيها ديت؟ انا صاحي ولا نايم يا جدعان؟ اتفتحت لك تعطي القدر حمودة ولا بروقة على بيت تفاح يا واد وفرقها على كل الناس الغلابة؟ حاضر يا معلمي، ماشي معاك ماشي معاك ماشي معاك. الله يا ابني جنية. معلم حمودة. يا عيوني المعلم حمودة. ممكن توصل؟ يا خرابي اوصلك؟ ده انا وصلك ووصلك ووصلك، ده انا اعمل لك جحش ولا حصان حتى. يا نورة دي شركة حلوة وكبيرة وهتكسبنا تجارة، هتدخل علينا فلوس يعني زي ما انت عايزة. ودي كل شغلها بقى في المباني في العمارة، وخدي عندك بقى. هي كلمة واحدة، اللي مالكش فيه ما تشتغلش فيه، ولا عايز تسجلني على اخر الزمن. اعوذ بالله، كل كلامك كده لبش. درويش طلعني طلعني. سكتنا يا ست خلاص ولا كلمة. هش. لكن الناس اللي مستنيني هطلع قدامهم ايه؟ عيل صغير؟ قلنا لا يعني لا. ياما خلاص لا لا. انا مروحه بقى. لا 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 لا، مروحه ايه؟ بلاش كده زهير، خليكي معايا النهارده بقى. لما انت بتحبني قوي كده بتتهرب ليه من الجواز؟ انا اتهرب من الجواز؟ انا اتمنى اتجوزك، بس انت عارفه الجواز مسؤوليه وعيال وشغلانه. ومين قال لك ان انا عايزه عيال كده؟ خلاص يا حبيبتي، بدل قلت كده ابتدي انا بقى ايه افكر. تفكر وانا كمان هفكر. خد راحتك يا مال، البيت بيتك دقيقتين بس وجايلك. خليك اذنك معاك يا عسل. مديحة، انا نوالي مديحة. المعلم حمودة عندي في الشقة، اعمل معاه ايه؟ خلينا في المهم بقى. ايه هو بقى؟ خدت قرارك بقى في الشغل وفي الشركه؟ ايوه. امال ايه؟ ايه القرار بقى؟ 100 100. انا قلت للمدام والمدام موافقتش. مدام مين؟ هو انت ليك شريكه؟ طبعا. امال اسمها شركه ازاي؟ قابلني بشريكتك وانا كفيل انها توافق. لا لا لا، اعمل معروف كل اللي الشركه دي يابا ما عندهاش تفاهم. البركه فيك، اتصرف انت بقى. ما اقدرش اتصرف في اي حاجه الا لما اخد موافقتها. يا اخي حلي الشركه اللي بينك وبينها دي. اعوذ بالله يا راجل، فال الله ولا فالك. اه يبقى حصتها اكبر من حصتك. اه يعني شويه، بس اكيد هتحاول طبعا. والله هحاول 100 100 يا عبد الغني بيه، لازم. حلو. انا عايزك بقى تحاول في حته تانية يا دوش. يعني ايه حته تانية يا عبد الغني بيه؟ بصراحه بقى انا عايز اعمل معاك بيزنس كبير قوي. برضو انا والله لغايه دلوقتي مش فاهم حاجه خالص. يا درويش افهم، نعمل شركه كبيره سوا. ايوه شركه ايه يعني عبد الغني بيه؟ فهمني. اتجوز اخت. اخت مين؟ الست مديح. هي دي الشركة الكبيرة قوي يا درويش. اهلا يا معلم. انا مش مصدق نفسي يا جدعان. ليه يا معلم؟ اصل بصراحة اللي اشوفك امبارح وانت مكشرة في وشي ما اشوفكيش دلوقتي وانت اخر روقان. ما تنساش ان احنا اهل، ان انا مرات اخو مراتك. ما تفكرينيش قطيعة تقطعه وتقطع امه وتقطع اخته. بقى حد يبقى معاه الغزال ده ويسيبه يطفش؟ الله يسامحه. انت يلزمك واحد قبها زي حالاتي، راجل عندي فلوس قد كده في البنك، وعندي زريبه، وعندي محل في الزمان. وثلاث ستات يا معلم. طالقين بالثلاثه عشان خاطرك يا ست الكل. مستعده ابيع العجول اللي في الزريبه، مستعده ابيع عمرتيني اللي في السيده زينب، بس انت وافقي. مش لما اتطلق يا معلم. هبي اتطلقي، بس انت قولي اه. ما اقدرش اقول اه وما اقدرش اقول لا. قولي اه قولي اه. مش لما اتطلق يا معلم. لا انا ما بصدقش بالحاجات دي. يا مدام مديحة، المية تكدب الغطاس. يعني لو قلتلك على مشكلتي تحلها؟ جربي. ازاي يعني؟ اديني اي حاجة من ريحتك. من ريحتنا؟ اه. زي ايه؟ زي مثلا منديل يد من ريحتك. مثلا ايه اللي بتقوله ده؟ ده سر الشغل يا مدام، ده سر الشغل. خلاص مدام زعلانة بلاش ده كله. طب ايه رأيك بقى؟ خصنا من شعرك. ياه. اديها انا للأستاذ عفان يخلص لي كل حاجة. شعرايا.
يا بيه. اهلا اهلا. ازيك يا نور؟ اتفضل 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 يا نور. اتفضل يا ابي. ازيك يا رشا؟ الحمد لله. يا ترى عامله ايه في الكليه؟ الحمد لله ماشيه. الحمد لله. انما ابي درويش ايه اللي جابه دلوقتي؟ ما تكونش قبل ما ديحه قالت له حاجه؟ الله، يا ترى الجميل سرحان في ايه؟ مفيش يا ابي. ما تسيبها يا درويش، انت بتحاسبها على السقطه واللقطه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مديحه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه المفاجاه الجميله دي؟ دي زياره بقى اللي كانت على البال ولا على الخاطر؟ اعمل ايه بقى ما دام انت مش عاوزه تزورونا؟ قلنا نيجي نزورك احنا بقى. عندي بقى موضوع مهم جدا عاوز اكلمك فيه، بس على انفراد. ممكن تعمل لنا فنجانين قهوه؟ لو سمحت. حاضر، هجيب لحضرتك الشاي وجاي على طول. يلا يا نور. شاي؟ اتفضل. طبعا انت عارفه يا مديحه ان احنا من عيله محافظه. هو حصل مني حاجه غلط لا سمح الله؟ لا لا لا، مش بالظبط كده يا مديحه يا اختي. هو عرف حاجه عن صلاح ابو المجد لما جه لرشا في البيت؟ مين اللي قال له وازاي عرف؟ الوضع اللي انت فيه يا مديحه ما يرضيش حد ابدا. ليه يا مديحه؟ انت ست متطلقه، والست المتطلقه الكلام حواليها بيبقى كتير. ليه؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ لا 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 يا مديحه، ما تفهمنيش غلط. الجواز للست المتطلقه ستره، ولما تتجوزي كل الناس اللي بتتكلم دي تتخرس، فانت لازم تتجوزي يا مديحه. انا اتجوز تاني؟ وفيها ايه يعني؟ تاني وتالت، دي سنه الحياه يا مديحه. لكن ما لكنش ولا حاجه يا مديحه، انت لازم تتجوزي، يعني لازم تتجوزي. ده انا منقلك حته ولد انما قبها، عنده فلوس في البنك، عنده شركات، من عيله محترمه جدا، عيلته كانت عايزه تشتري الترماي، هو حلف لازم يشتري مترو الانفاق. امبارح بس طلبك مني. طلبني انا؟ اي أيوة والله، عبغاني عبغاني صاحبي. وده يعرفني منين؟ يعرفك؟ يعرفك يعني ايه يا مديحه؟ عبغاني عبغاني ابو سنه على سن ورمح، يعرفني انا، صديقي انا يا مديحه. الحكايه مش بيعها وشروه، انا لازم اتجوز انسان احبه واعرفه. حب ايه ومعرفه ايه يا مديحه؟ بتسيبك من الرومانسيه دي؟ ده راجل عنده شركه وعنده فلوس في البنك، وبصراحه مستخسره وروح بره. مستخسره؟ انا مش ممكن اخش التجربه مره تانية ابدا. انا ليه بس يا مديحه؟ ده راجل لقطه. لقطه؟ طب ما تشوف له حد تاني. اشوف له حد تاني؟ عبغاني عبغاني بيه صاحبي انا ابو سنه، اشوف له حد تاني يا مديحه؟ لكن هو طلبك مني انا. ما دام مستخسره، ايه رايك نجوزه رشا؟ ها؟ بس رشا لسه صغيره مديحه، ويمكن ترفض. طب ما تقنعها انت، رشا لسه صغيره ومراهقه، لما هتلاقي عريس عنده فيلا وعربيه هتوافق. والله فكره يا مديحه. بس اوعى تقول لها ان انا قلت لك على الفكره دي لحسن ترفض. يا سلام، لو انا عبيط هقول لها عبغاني، انا اللي قلت مش عبغاني اللي قال. حلو يا رشا. انت يا رشا. نعم يا ابي. فين القهوه؟ ها القهوه؟ فارق وما نعمل لكم. لا 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 لا، تقومي تعملي قهوه ازاي وانت غريبه برضو يا مديحه؟ بقى يا ستي انا عايز افرح بيك. مش فاهمه يا ابي، يعني ايه؟ صدقيني صدقيني يا رشا، ليله امبارح ما جاليش نوم. امبارح بس واحد خطبك مني. اكيد صلاح يبقى وافى بوعده. هو طلبك مني امبارح؟ اصل عبغاني بيه بقى ابو سنه، ده راجل صاحبي من زمان ونفسه يناسبني. ومين عبد الغني ده؟ مش عارفه عبغاني ابو سنه؟ هو العريس. لكن انا عمري ما فكرت اني اتجوز. اخوكي بيقول عليه لقطه. طيب ما هو مدام لقطه، طب ما تتجوزيه انت يا رشا. ما طلبنيش انا، طلبك انت يا حبيبتي، وانا بقى عايزه افرح بيك. هو انا بقى مش هتجوز غير الراجل اللي انا عاوزاه، فاهمين ولا لا؟ يا باي انت بتعصي كلامي يا رشا. انا قلت لازم تتجوزيه يعني لازم تتجوزيه. وانا قلت مش هتجوزه. يعني ايه مش هتتجوزيه؟ انا قلت هتتجوزيه يعني حتما ولازما تتجوزيه. وانا قلت لا يعني لا يعني لا. انت عايزين تجننوني؟ هدي نفسك يا درويش. هدي نفسي ازاي؟ انا قلت تتجوز عبغاني يعني لازم تتجوز عبغاني. بسرعة كده، ده الأستاذ عارف ده سره باتع. مدام مديحة تيجي حالا. مدام مديحة ما جاتش النهاردة. ازيك؟
ايوه يا صلاح، انا عايزاك ضروري يا صلاح. لا دلوقتي. ايوه هقابلك بعد ساعه قدام باب الجامعه. ارجوك يا صلاح ضروري. اكيد حصل حاجه رشا، بس هيكون حصل لها ايه؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه، صلاح انت عندك استعداد تقف جنبي في الكارثه اللي انا فيها دي ولا لا؟ كارثه؟ كارثه ايه؟ انا لو ما اتحلتش الكارثه ديت انا هنتحر. رشا انت غلطتي مع حد؟ لسه جواك تفكير الرجل الشرقي، ان اول حاجه يفكر فيها الغلط. لا يا صلاح انا عمري ما اغلط. امال ايه بس؟ انا انت ايه يا رشا قوليلي؟ انا اتخطبت يا صلاح. لمين؟ الواحد ما عرفوش، صاحب اخويا درويش واسمه كمان عبد الغني. وانت وافقتي؟ طبعا لا. ومديحه رايها ايه؟ مديحه موافقه طبعا. وانت عارف ليه يا صلاح؟ مديحه بتحبك انت يا صلاح، وانا عارف بتحبيني. ما هي دي الكارثه، اختين بيحبوا راجل واحد ولازم واحده فيهم تضحي. مش انت اللي هتضحي يا رشا، اللي لازم يضحي مديحه. مديحه يا صلاح هتحارب لاخر لحظه، ما عندهاش اي مانع ان اقرب الناس ليها تتجرح. حتى رشا؟ حتى رشا. لا يا رشا انا صاحب القضيه دي، انا منكرش صحيح بحب مديحه، لا ما تفهمنيش غلط، انا بحبها كزميله كاخت وبس. لكن هي فاهمه غير كده. لازم تفهم ان انا مش ممكن اتجوز واحده اتجوزت ثلاث مرات وفشلت فيها، مش ممكن اقبل ان انا ابقى الرابع. طيب وهي مش فاهمه كده خالص. لازم تفهم كده يا رشا. ومين اللي هيفهمني؟ وبعدين بقى هو المعلم حمودة ده ورايا ورايا، أعمل إيه؟ أقتله بقى وأريح نفسي؟ ولا خسارة أضيع شبابي في واحد زي ده؟ طبعاً مفاجأة. أكيد افتكرت إني مت، عمري الشقي بقى يا نوال. لكن أنت كنت فين الفترة دي كلها؟ كنت جنبك، عارف خطواتك خطوة خطوة. واختفيت ليه؟ عايزك تعيشي في عذاب. طب ليه؟ لأني بحبك. واللي يحب حد يعذبه ليه؟ العذاب اللي شفته منك قبل ما أتجوزك حبيت أردهولك. لكن أنا ما عملتش فيه حاجة. لا، عملتي كتير يا نوال. وانا جاي دلوقتي علشان اقفل الدوسيه واخلص منه بهدوء. ما انا لو قتلتك هخش السجن، انما سبتك عشان تغلطي. انا ما غلطتش. لا غلطتي، وعندي المستندات ابسط الورقه اللي عاخدها المعلم حموده. حموده عايز يتجوزني. عارف، وده له حساب كبير وتقيل. اما انتي مفيش حاجه تشفي غليل لما تروحي السجن. بتهمه ايه؟ الخيانه الزوجيه، ودي اقل حكم فيها 3 سنين. طب ليه؟ أنا سعيد لما تتعذبي. ليه؟ حاجة من اتنين، يا تدفعي 200,000 جنيه أو تدخلي السجن. 200,000 جنيه؟ هو جه المدى ده منين؟ من المعلم حمودة. وبصفته إيه؟ حبيبي، ما هو رمي القرن العشرين. مش ممكن. التاني صلاح بيه أبو المدى، أخوكي، صاحب شركة كبيرة، والمبلغ اللي أنا طالبه بالنسبة له شيء بسيط. يا ابني، لا! عارف إن أنا عنواني الحلوة شارع 5 شارع شهاب المهندسين. باي باي. حاضر حاضر يا متخبط. نوال؟ ايوه يا رشا، فين مديحة؟ مديحة جوه، اتفضلي. قبل مديحة، نوال جد. اهلا يا نوال، على اذنك.
خير؟ يظهر مش باقي لها خير ابدا يا مديحة. ليه؟ جوزي عبد الله ظهر فجأة وكان فين المدة دي كلها؟ مش عارفة. طب فهميني ايه اللي حصل بينك وبينه؟ انت فاكرة الورقة اللي كان واخدها عليا المعلم حمودة؟ فاكرة. يظهر انه خدها منه وبيهددني بيها، اما ادفع له 200,000 جنيه ولا يبلغ عني النيابة ويتهمني بالخيانة الزوجية. طب وانت هتعملي ايه؟ ما انا جاية معاكي يا مديحة عشان تفكري معايا. مشكلة. فكرت اقول لصلاح على الموضوع ده. لا ما تقوليش لصلاح على اي حاجة خالص. امال هتصرف ازاي؟ طب ما تكلمي المعلم حمودة يمكن يلاقي حل للمشكلة. بالمرة ما انت عارفة كويس قوي انه بيحبك. حب برص وعشرة خرص. ساوميه يا نوال. انا عارفة هي المشاكل جايلنا منين ولا منين. هو في حاجة غير مشكلتي؟ المشكلة ان راشا جايلها عريس غني قوي وهي رافضة تتجوزه. وانت رأيك ايه؟ انا موافقة طبعا. ما تضغطيش عليها يا مديحة، رشا لسه صغيرة ومش حامل مشاكل، وديك شايفة اللي حصل لنا. اللي حصل لنا كتير قوي. صباح الخير يا قلبي، يا صباح السعادة، يا صباح العسل، يا صباح الشهد. سبع ولا ضبط؟ سبع يا غالبي. اهو كده يعني خلاص موافقة تتجوزني؟ مية مية. حد يقدر يرفض لك طلب يا غالبي؟ مال وجمال وشباب. اشكرك اشكرك يا درويش. ايوه الله. وهقابل مديحة امتى؟ يعني بكرة ان شاء الله. وليه مش النهارده يا درويش؟ ليه؟ لا خير البر عاجله يا درويش. لا لا يا عبد الغني بيه، بلاش النهارده لان عايزه مني انا شويه اقناع ومن مديحه شويه ضغط، وباذن الله كله يمشي تمام. نعم نعم. استنى استنى استنى. ايه؟ انت مش قلت ان مديحه وافقت تجوزني؟ لا يا عبد الغني بيه انا ما قلتش كده يا عبد الغني بيه. لا يا درويش، امال معنى كلامك ايه؟ بتقول ايه يعني؟ انا اقصد على رشا. رشا يا عبد الغني بيه. رشا. رشا؟ ايوه. خير وبركه يا سعد. يا ساعتك وهناك يا عبد الغني. مدام مديحة، عايزك شوية في مكتبي من فضلك. متشكر. أفندم بس يا صلاح. اتفضلي اقعدي. واقفة ليه؟ أنا مستريحة كده يا فندم. فندم؟ إيه حكاية يا فندم دي؟ جديدة خالص. أستاذ صلاح، حضرتك مديري في الشغل وليك احترامك. ما اختلفناش. عظيم. لكن يظهر ان احنا مختلفين في حاجة تانية. مديحة، احنا اصدقاء من فترة طويلة وصداقة اللي لنا صداقة عائلية. طبعا. بس ظاهر ان انت فسرت العلاقات الانسانية دي غلط. حضرتك يا صلاح بيه اللي استغليت صداقتنا غلط. انا؟ ازاي تسمح لنفسك تخش بيتي واختي لوحدها؟ لان بيت مديحة هو بيتي بالظبط. يعني لا، بيتك هو بيتي فعلا يا مديحة. بعدين انت فهمت غلط، انا استغربت بتلقائية شديدة جدا. يعني انت؟ طبعا يا مديحة. طبعا. مديحة؟ مديحة؟ ايه ده؟ ايه فهمت ايه؟ مش مدياني فرصه خالص ان انا اخرج يا صلاح. مش مدياني فرصه انا كمان هنا اتكلم معاه في اي حاجه. طب والحل بقى يا صلاح؟ انا بفكر نخلي نوال تكلمها. على فكره بقى، نوال كانت عندنا بالليل وكانت مرتبكه جدا وقاعده بتعيط. هما دايما المطلقات كده تبقى ظروفهم النفسيه وحشه، وده طبعا ناتج من نظره المجتمع والناس ليهم، مع ان احنا المفروض ان احنا نبص للمطلقه على انها انسان عاديه عشان تقدر تتخلص من مشاكلها ومن عقادها النفسيه دي. بس الوقت بيمر وانا خايف. ما تخافيش، احنا ما بنعملش حاجه غلط وربنا هيساعدنا ان شاء الله. يلا بقى عشان اتاخرت عن الشغل. يلا. ايه اللي حصل يا نوال؟ المعلم حمود الله يخرب بيته. يوه ماله؟ طلع نادل وسافل. يظهر انه متواطئ مع عبد الله. بس انا عندي طريقه تجنن لك عبد الله وتطفيش المعلم حمود. فسري اكتر. استاذ عارفه باليسر؟ عارف كل حاجة. وده ربته ايه؟ سره باتح. حللي مشكلتي. وده بيشتغل ايه؟ بيعمل اسحار. بتاع سحر يعني؟ مخاوي جنية تحت الارض. دي خرافات. جربي وانتي تعرفي. انتي مش هتخسري حاجة. وده نروح له ازاي؟ ايوه. الو؟ لا انا عبد الغني.
الراجل اللي بيعرف كل حاجة. مين حضرتك؟ مديحة ست الكل. يا سلام، ده انت لسه على بالي. ها؟ بقولك ايه، في مشكلة مهمة جدا عند واحدة صاحبتي وعايزة اشوفك. مستنيكي انت وصاحبتك. عنوانك ايه؟ شنهورش بقدونس حنتونس عنكبوت في الأندونس. اهلا 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 ممكن، بس لازم اذن. مش احنا واخدين اسمك واسم امك؟ لازم اذن يا ست الكل. بس في الاول انت بقى عرفينا بالاموره دي مين. نوال صاحبتي. نوال 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 نوال، ما تخافيش ما تخافيش. لا خايفه يا ستي، ما تخافيش، انا ماليش دعوه باهل الارض خالص، انا ماليش الا في العالم السفلي. حلو الخير على قدوم الوردين. اطفش هوش بلطش كوه. وقف انت اهو، ما حدش حرم من مكان. ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف. يلا يا ست الفوهية، يلا معايا. حضرتك انا ما عملتش حاجة، اسمها نوال. اي مال؟ للاسف قبضنا عليها في واقع ايجار الاعمال المنافيه للاداب. اختي مش ممكن. هي فين دلوقتي؟ في مديريه الامن. اتفضل تعالى معايا. اتفضل. صدقني ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ده شويه دي كارثه. ازاي ناس مثقفين زيكم يجروا ورا السحر والتنجيم والكتب؟ ولو قلنا الكلام ده للناس مين هيصدقنا؟ انا اللي مسؤوله عن اللي حصل. ومسؤوليتك دي قيمتها ايه دلوقتي؟ كان لازم تفكروا كويس، كان لازم تفكروا بعقل، تشوفوا ايه السبب اللي خلاكم فشلتوا في جوازاتكم دي، اكيد في عيب فيكم او في الازواج اللي انتوا اخترتوهم، عشان كده كان لازم تختاروا صح، وده دليل على انكم ما اخترتوش ولا هتعرفوا تختاروا ابدا، عشان كده فشلتم وهتفضلوا تفشلوا. المهم عنوان عبد الله ده ايه؟ مش فاكره عنوانه، لكن معايا رقم تليفونه. اهو. مين؟ صلاح بيه ابو المجد؟ عايز تقابلني؟ العنوان 5 شارع شهاب المهندسين، شقة 306. مستنيك يا صلاح بيه. تدفعي 200,000 جنيه أو تدخلي السجن. تدخلي السجن. تدخلي السجن. تدخلي السجن. حاجة من الحاجة. يا تدفعي 200,000 جنيه أو تدخلي السجن. تدخلي السجن. صلاح بيه، أنا ما أسمحش لحد إنه يسيء لسمعة أختي. بالعكس، أختك هي اللي أساءت ليا. فين الورقة اللي بتهددها بيها؟ ورقة؟ جاي ببساطة كده، عايز تاخد الورقة؟ ما انا عايز ايه؟ نتفاهم؟ اخد تمنها قوي. عايز تمنها؟ ايوه قوي. مال صلاح حكي؟ غريبة، انا لسه مكلمة من شوية. عبد الله انا مش هتكلم معاك كتير، انا عايز الورقه اللي معاك. ورقه ايه؟ الورقه اللي خدها حموده على نوال. من غير ما نتكلم؟ الفلوس اللي انت عايزها هديها لك. فلوس الدنيا ما تساويش حاجه قدام شرف اختي اللي هي مراتك. كانت ولا زالت تحمل اسمك يا عبد الله. ايه خايف ليه؟ انا هدي لك شيك بالمبلغ اللي عايزه. ألف جنيه. يا يظهر لك بتحب اختك نوال قوي. سمعتها وشرفها ما يتقلوش بالمال يا عبد الله.
كفايه اللي حصل لها في غيابك، نظره الناس ليها، حتى اقرب الناس ليك ما رحموهاش. جوز اختك حب يلعب عليها لكنها رفضت عشان تحمي شرفك واسمك. وشرفك واسمك ما انكرش انها حمتهم رغم الظروف اللي مرت بيها. فين الورق؟ اتفضل. نبكي، يظهر ان نوال كان عندها حق. انا حقير، حقير ما استاهلش. ان شاء الله خير. بعد ما تم من تحقيقات النيابه قررنا حبس كل من عبد الغني ابو سن الضبع وبهلول السايح 15 يوما على ذمه التحقيق. اما بالنسبه للسيدتين مديحه كامل ونوال ابو المجد فقد قررنا الافراج عنهما من سرايا النيابه لعدم ثبوت اي شبهه جنائيه ضدهما. يقفل المحضر في تاريخه. الف مبروك يا مديحه. مبروك يا نوال. متشكر يا صلاح. هيا انا غلطت يا صلاح. الست المطلقه لازم تعرف مكانها فين. الصح بالعكس، الدنيا كلها تتمناك انت ونوال، بس كان لازم تفكروا بعقلكم مش بعواطفكم وتختاروا صح. انا دلوقتي فكرت صح. مبروك يا رشا. مبروك يا صلاح عليك رشا. الف مبروك يا صلاح. الف مبروك يا رشا.